صدف وشباب نقاد صحفيين. الانتخابات المرة دي حالة مختلفة جدا. احنا في مصر، احنا في أزمة، احنا في مشكلة كبيرة جدا على عدة مسائل، مشكلة رقابية، مشكلة مهنية، مشكلة داخل المؤسسات ومنادة الإدارة والكلام ده. في مشكلة، في أزمة كبيرة جدا بتواجهنا على كافة الأصعدة. المشكلة يا زملاء إن النقابة اللي هي قيادة السفينة ربما ملهاش دعوة بالمشاكل بتاعتنا دي كلها خالص. بتحلق في الفضاء، بتبحث عن أشياء أخرى الحقيقة إحنا مش عارفين هي بتعمل سنة. أنا شخصيا على الأقل مش عارف هي بتعمل سنة. في صحف كل يوم بتقبل أبوابها، في زملاء كل يوم بيشردوا، في مشاكل كبيرة جدا، في أوضاع علاقات عمل في منتهى السوء، في علاقات عمل في منتهى السوء، في أزمات على كافة الأصعدة. ومع ذلك النقابة تحلق في الفضاء. هم إخوة أعزاء على فكرة وأشخاص أفاضل، وكل لهم كل التقدير والاحترام. لست في خصومة ضد أشخاص. زميلنا الأستاذ يحيى قلاش أخ عزيز ومحترم، وكل له كل التقدير والمحبة. الزملاء الأفاضل أعضاء المجلس نفس القصة. لكن هذا شأن والعمل العام شأن آخر. نختلف في العمل العام. أنا مش داخل ضد شخص ولا ضد الطيارة، مش هتبقى كلام واضح كده. الطيارات العكس، أنا مؤمن بحرية الاختلاف في النقابة، وطول عمرنا بنعمل ده. وأنا مش جديد عليه. الكلام ده ممكن يبقى حد جديد يسأل عليه هذا الكلام. أنا مش جديد. أنا راجل نقابي قديم ليا تجربة نقابية حينما كان في النقابة في عصرها الذهبي. بقول في عصرها الذهبي. لم يحبس واحد في عصره. لم يحبس واحد، بكرر تاني، لم يحبس واحد في عصره. صحيح صدرت أحكام بالحبس ضد الزملاء، لكن كانت النتيجة، أنا بتكلم على النتيجة، إن لم يحبس واحد في عصره. حتى ممن صدرت ضدهم أحكام بالحبس. أغير هذه الأحكام لأن إحنا كنا بنعرف كيف ندير أزمة ولا نصبح جزءا من الأزمة. في فرق وانت قيادي انك تدير ازمه او ان تصبح جزءا من الازمه. حينما تصبح جزءا من الازمه لن تستطيع عمل اي شيء. حينما تدير ازمه بذكاء وبقوه وبدون تنازل تستطيع ان تفعل كل شيء. زي ما عارف يعني صدرت احكام عديده بالحبس على زملاء، منهم زميلنا عادل حسين رحمه الله عليه، ومنهم زميلنا مصطفى صبري، ومنهم زميلنا الاستاذ ابراهيم عيسى، ومنهم زميلنا الاستاذ عادل حموده. لكن المحصلة في الآخر إيه؟ لم يحبس صحفي واحد. لأن إحنا كنا بنعرف كويس إزاي نعرف ندير أزمة. نعرف ندير أزمة. أنا مش إزاي، اتفضل يا رئيس. ولا نصبح جزءا من الأزمة. لكن حينما نتحول إلى جزء من الأزمة خلاص، مسألة بس. خلصت القضية الأمر. إحنا أمام نقابة معطلة منذ عامين. كلامي واضح عشان اي اسئله تحت امر كبير. نحن امام نقابه معطله منذ عامين. ما هياش بسبب ازمه اخيره على فكره. نحن امام نقابه معطله منذ عامين. لم يتم عمل فيها اي شيء. هل انا بتكلم بقى في البرامج في الاهداف وفي النقابه. زي ما انا قلت لحضراتكم كل التقدير والاحترام لاشخاص زمايلي الاعزاء المرشحين. كلهم على الدرج من فوق وسوف تنتهي الانتخابات وتعود علاقاتنا اقوى مما كانت. ده منهج على فكره. انا لا ليا دعوه لفن شخصيه ولا بخش في معارك شخصيه ولا ليا دعوه باي شيء اخر. خلينا على حراسه فقط. انت حققت هدفك ولا لا؟ انت عملت برنامجك ولا لا؟ انت قمت بدورك ولا لا؟ ممكن تبقى طيار عظيم جدا، كابتن طيارة عظيم قد الدنيا، لكنك ما بتعرفش تسوق السفينة، فما لكش دعوة بالسفينة. والعكس صحيح. احنا هنا بنتكلم على أداء. أداء نقابي. أداء نقابي للأسف تراجع بشدة خلال الفترة الماضية. الخدمات اللي كانت موجودة ضاعت. الأوضاع اللي كانت موجودة ازدادت سوءا. أنا النهاردة كاتب مقال على فكرة اسمه
الاتحاد الاشتراكي نموذج للفشل في النقابة الصحفية. يعني ايه الكلام اللي انا بقول لك؟ بقول ان حتى التشريعات، انا كنت من سنتين فاتوا يا اساتذه كنت كتبت تقريبا نفس المقال في الاهرام ونحن كنا برضو على اعتاب الانتخابات. وقلت يا جماعه ما يصحش هذا القانون الغير دستوري انه يظل اللي هو القانون 76 لسنه 70 اللي بيحكم النقابه الصحفيه حتى. والكلام وكان لا لان القانون ده كان جمل على فكره 18 سنه بعد ما كان القانون 100 الموحد بيحكم نقاط اللواء كان بيحكم العمل النقابات المعنيه كلها. ولسبب ما طعن عليه بعدم الدستوريه النقابه الصيادله مش من عندنا. فتم الغائه ورجع تاني القانون 76 لسنه 70. وقلنا يا جماعه لازم هذا القانون يتغير. وكان احد الوعود الانتخابيه على راس هذه الوعود الانتخابيه ان يتم تعديل القانون. حتى الان لم يحدث. ولم يحدث معنى ايه؟ لان ممكن يجي حد يقول لي ايه؟ ما هو التعديل مش بتاعي يا عم مصر. ما تبقاش ظالم. التعديل ده بتاعك مش نواه. اقول له ايوه عندك حق وانا اسف جدا انا غلطت لو في حاله واحده. لو انت عملت مشروع القانون وقدمته وهذا المشروع لا يقبل. لكن لما يبقى مشروع القانون لم يقدم اصلا وما اتعملش اصلا يبقى احنا عندنا مشكله. وبالتالي احنا بنتكلم تشريعات لم تحدث. قوانين لم تظهر الى النور. علاقات عمل في منتهى السوء. بعد ما كنا بنتكلم على عشرات الزملاء اللي ممكن يبقى عندهم مشاكل في علاقات عمل مع مؤسساتهم اصبح الان امام مآل دون ان تحل مشاكل بشكل ملموس. اوضاع اقتصاديه على مستوى المؤسسات وعلى مستوى المهنه شديده التردي. على مستوى الافراد البدل ما زادش مليون واحد بقاله سنتين. وهكذا تقييم في تراجع تراجع تراجع. اصبحت هناك حاله من التوتر ما بيننا وما بين المجتمع. في حاله من التوتر لازم نعترف بالكلام ده. وبعد ما كنا فخورين ومبسوطين ان احنا شغالين صحفيين اصبحنا بقى الامور فيها شويه قلق كده. ان شاء الله تكون عرض باذن الله وينتهي هذا الامر فورا. لان في حاله توتر. التوتر ده مش من مصلحتنا ان في يبقى بيننا توتر وبين المجتمع. فلنرجع انا بتكلم عن المجتمع اللي احنا عايشين فيه. وبالتالي في ازمات متلاحقه وفي مشاكل متلاحقه اصابت العمل النقابي واصابت المهنه في مقطع. حتى الاوضاع الصحفيه على مستوى المؤسسات اضطرينا مثلا ان احنا نقلص حجم الورق لان في ضغوط بعد تحرير سعر الصرف حصلت مشاكل كبيره جدا في كل مؤسسات بما فيها صحف. وصحف كتيرة قفلت وصحف قفضت أوراقها وصحف رفعت أسعارها وهكذا. طب إيه دخل النقابة الصحفية بالكلام ده؟ لا لها دخل مهم جدا. لأن هي الربان الذي يقود العمل الصحفي. على الأقل كان يجب أن تكون بدورها بواجبها. بدورها وواجبها إيه؟ إن إحنا نقعد ونشوف الأزمة فين؟ هل في أزمة؟ بتواجه صناعة الصحافة؟ هل هذه الأزمة خاصة بمصر؟ هل هذه الأزمة موجودة في العالم كله؟ الأزمة فين؟ أنا الحقيقة كنت بدور حتى متواضع في هذا الكلام وأعتقد إن أنا أشرت أجزاء منه يا أستاذة في المقالات اللي أنا بكتبها إن كان حضراتكم حد يتابعها. يعني شفت مثلا اليابان قلت ما يمكن الأزمة عامة بقى ونقفل الشغلانة دي كانت الشغلانة دي خلاص نقفل بقى ونشوف لنا شغلانة تانية يعني. اكتشفت مثلا في اليابان اللي هي بلد المنشا للتكنولوجيا اما الصحافه الورقيه في منتهى القوه والاصدار هناك وبيوزعوا 70 مليون نسخه صباح كل يوم. في الهند بيوزعوا 310 ملايين نسخه صباح كل يوم. وهكذا في مناطق كثيره من دول العالم. لازم يبقى فيه قانون لحريه تداول المعلومات. لازم يبقى فيه الغاء لعقوبات الحبس في القوانين المختلفة طبقا لمواد الدستور. ده كله هيجيب ايه؟ برضو ان احنا لازم نبذل من الجهد ما يكفي في التواصل مع الجهات المسؤولة سواء برلمان سواء كان حكومة سواء غيرها ان احنا نوصل لحلول في هذه الامور. الحاجة التانية عندي الاوضاع الاقتصادية. والاوضاع الاقتصادية للزملاء لازم اشتغل بها برضو على محورين. المحور الاول اللي هو محور المؤسسات. وانا بفكر كويس ولازم اطرح ده
بكل قوه. انا ليه ما ادعمش صناعه الصحافه زي ما بدعم الخبز وبدعم السلع الغذائيه؟ رايي ان دعم العقول لا يقل اهميه عن دعم البطونه الجائعه. دعم البطونه الجائعه مهم جدا ونحن معاه ونأيده، لكن ليه لا ما ندعمش صناعه الصحافه؟ ودعم صناعه الصحافه مش معناها ان انا اروح ادي فلوس للجمهوريه او ادي فلوس للعباس، ممكن، لكن دي قصه ثانيه. لكن في انا بتكلم عن مستوى صحف الكل، حتى ما فيها صحف صغيره او صحف الكلام. طب ازاي نعمل الكلام ده؟ نعمله بان احنا نقول الورق ليه ما يبقاش مدعم؟ الاخبار ليه ما تبقاش مدعمه؟ كل مدخلات صناعه الصحافه ليه ما تبقاش مدعمه؟ ومش مكلفه على فكره، مش مكلف كتير جدا. ليه؟ ده هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي رواق واعاده انتعاش لسوق الصحافه مره ثانيه. ومش هيخليني ازود في الاسعار ولا في سعر الجريده اللي اصلا يعني المواطن فيه ما يكفي لما مش قادر يتحمل اكتر من كده. ولو زودت ثمن الجرنان هيقول لا سلام عليكم انا مش قريب. في الوقت اللي انا بكلمكم فيه على ملايين النسخ يوميا 70 مليون ولا 310 مليون، للاسف الشديد احنا بنوزع دلوقتي في مصر تقريبا اقل من مليون، للاسف. هي دي الازمه على فكره. وزاد الشباب اللي فيكم اللي قاعد النهارده، انا بتكلم عشان الشباب وعشان مستقبلكم، مستقبلكم في خطر. انتوا مستقبلكم ايوه في خطر. ولازم تبقى فاهمين ده كويس. الموضوع مش هزار. يا اما ننقذ مستقبلنا وننقذ مهنتنا ويبقى كلنا بقى دورنا على شغلنا تاني. ولما اجي اقول الكلام ده وفجاه في حد يقول لا ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ لا يا عم مفيش حاجه، المهنة في احسن احوالها والتوزيع الموزع ملايين النسخ واحنا الدنيا اوضاعنا الاقتصاديه زي الفل والدنيا ماشيه زي الفل واحنا خلاص ما هم عايشين في كوكب تاني. واضح انهم بيحلقوا في الفضاء بعيدا عن المشاكل والازمات اللي احنا فيها. وبالتالي دي الازمه اللي احنا لازم نتكلم عليها. ده جزء من حلول الازمه الاقتصاديه على مستوى الاشخاص والافراد الزملاء الصحفيين. ايوه من حقهم، من حقهم البدل يزيد مش غلط. وما اجي اتكلم ده مش سوبر ومش كريم، وهنزود البدل وهنزود المعاشات بنفس زياده البدل ولا اول مره، لان ده حق اساتذتنا وجوارنا اللي تعبوا وشقوا، معقوله يا جماعه في اخر اعمارهم. وبالتالي هنعمل ده ان شاء الله وهنزود ده بنفس القيمه. ده جزء بسيط من القصه. ومش عايزين حد يختزل الموضوع في نقطه، لا ده الموضوع اكبر من نقطه. الموضوع بيتعلق بنقابه، بيتعلق بمهنه، بيتعلق باوضاع اقتصاديه المؤسسات، بيتعلق باوضاع اقتصاديه للزملاء الصحفيين، بيتعلق بمستقبل الشباب المهدد الان بالخطر. بيتعلق النهارده ان اي جرنان ممكن بعد 3 4 ايام القرارات بالذات القرارات الخاصه والمستقله والحزبيه بعد شهر اكيد قفل. كل يوم القرارات بتقفل. وبالتالي انا مش سعيد بالقرارات الخاصه دي خالص. انا عايز سوق صحافه مزدهر وقوي، مش عارف ولن اكون سعيد ان اي جرنان يتقفل. لما بتكلم في القصه دي ما هو ده المهنه، ما هو ده التطوير. كل ده بقى ذكر لان ده دي المهنه، ده التطوير. ما بتكلم على ايه؟ طب انا الرقابه بتهتم بايه؟ ما كنتش اهتم بالمهنه واهتم بالمعنيين اللي هم صحفيين. طب ههتم بايه؟ ده ملعبي، ده وظيفتي. طيب الكلام والحبس وقضايا، طبعا انا عايز يقولوا لي طلعوا مين من الحبس؟ احنا اللي كنا بقى نطلع من الحبس. ها؟ لا بغض النظر، لا انا عايز يقولوا لي طلعوا مين من الحبس؟ لا احنا اللي كنا بنطلع من الحبس. برضه دون افتئات على القانون عشان الكلام يبقى واضح. دون افتئات على القانون ودون تدخل في اعمال القضاء. لما كلمت لكم على النماذج اللي حصلت والازمات وكان بنحترم القضاء، لكن هناك وسائل برضه قانونيه للتعامل مع هذه الاحكام. ازاي تدير ازمه ولا تصبح جزءا من الازمه؟ ازاي تبقى ذكي في التعامل مع الازمات؟ وبالتالي ده الرؤيه العامه اللي انا بتحرك عليها. انا بتحرك على 3 مستويات اساسيه: حريات وتشريعات، مهنه، ومهنيين، خدمات للزملاء. برنامجي شغال على هذه المحاور دون ان يفتئن محور على الاخر، ودون ان يعني نخفي محور لصالح محور اخر. لان طول عمرنا بنخبط كده على فكره، كنا شغالين على كل حاجه، مفيش حاجه اسمها ناجل حاجه لصالح حاجه، ولا عمرنا تهاونا بحق حد، ولا عمرنا انحلنا الطياره على حساب طياره. وانا بالذات لما بتكلم هذا الكلام انا بتكلم اساسا لان لدي تجربه. اتحدى لو جه اي زميل في حضراتكم
او من غير تأمين. وجاء لي عبد الناصر ده انت اهملتني عشان انا كنت مش من المؤسسه بس انا كنت في الجمهوريه وانت بتعتبر مش رفض اضحك حد. لو جه واحد قال لي يا عبد الناصر اصلا انا كنت ناصري او يساري او كذا او كذا فانت عملتني وحش عشان انت كنت متحيز لطياره اضحك هذا كده اطلاقا لم يحدث لان انا صاحب تجربه واقول هذا الكلام لان الاشعاعات كتير والضرب تحت الحزام كتير وجزء من ازمه المقاله هي اساسا يا تكون شكلي يا انت عدو وعميل وخائن وكذا يا عم قلت فيها كده قلت مش كده عمر ما قلت كده احنا لازم نستوعب الاخر ولازم نفهم ولازم نبقى صدرنا يتسع للجميع ونتكلم في دورنا ما تزقنيش في حته غير دورنا تعال نتكلم في دورنا تعال نتكلم في موضوعنا ونقدر نحكم من الصح ومن الخطا مين المفروض نقف وراه ومين المفروض نقول له شكرا ده المنهج بتاعي وده عملي وده رؤيتي يعني انا يعني مش عارف اشكرك مش عايز اطول عليكم لكن القعده معاكم انتوا يعني انا مش عايز اتكلم كلام مبالغ فيه.